الخروج المظاهرات في الأيام اللي فاتت وعودتها، الناس في حالة قلق، واحنا هنرجع للمظاهرات القديمة مرة تانية، وفي نفس الوقت ناس بتقول الله ما هو ناس بتدافع عن أرضها برضه، وناس بتدافع متضايقة عشان ارتفاع الأسعار، وكل واحد عنده سبب. رؤيتك لخروج الناس مرة تانية في الشارع، هو الخروج حصل امتى؟ ما حصل في أعقاب الجزيرتين دول. نعم. الناس اللي هم محرضين والناس اللي عمالين يشتغلوا في البلد، ودي معروفة ومرصودين الناس دي كلها، ومعروف ان في تحرك مضاد بيعاوز يعمل هياج في الشعب ويفضل يقول ان دي مصرية مصرية وان مصر باعت ارضها والكلام ده كله، في محاولة للتفسير الكلام ده في مظاهرات تشمل الجمهورية، في برضو من خلال خياله المريض متصور المظاهرات دي قد تسقط الدولة. واعتقدش الكلام ده هيتوضح بالنسبة للجزيرتين لما تفحص مجلس الشعب وتاخد قرار. حد يقول والله هو سيادة الوزير بيقول كل الناس اللي بتخرج في الشارع متآمرين؟ اطلاقا انا بقول المتآمرين دي جماعة متربصة في مصر من بعض الحركات ومن جماعة الاخوان، والكلام ده حصل من خلال الرصد في الجمعة اللي جمعة الارض اللي فاتت، ان اللي بيحرش الناس دي كلها بعض العناصر المناهضة للدولة وليس كل الشعب. طب تفتكر التعامل معاه يتم ازاي؟ افضل طريقة للتعامل مع هذه العناصر؟ من خلال الاجراءات القانونية، اللي بيرتكب الحاجات دي في عندي قانون تظاهر، في عندي الاجراءات في القانون اقدر استخدمها في مواجهة الناس دي، بس اواجه الناس دي بقى بكل الاجراءات القانونية الحازمة والحاسمة. قانون التظاهر يكفي لمواجهة مع قانون الاجراءات الجنائية؟ مع القانون يكفي. يكفي ولازم اجراءات رادعه قانونيه. ده بياخدنا الكلام اللي حضرتك بتقوله يا سياده الوزير، بياخدنا للمشهد الامني، وهنا اطرح على